زريخ انا بلا كافيه مشيت تفرجت في حفله نتاع سونتريز، مروح للدار نلقى مراه راكده هكايا على جسر على قنطره، نشوفها من بعيد انا في بالي هي وراجل يعني، وقعدت قلت له مهبله لهنا يعني، خطرت لهم كان غادي قنطره عاليه ونوت ثم تراه، وهي طلعت مراه بون سويسرا بصفه عامه بلاد هكا سكوتيه شوي فهمتني، هما من التوب في العالم ولكن ما تسمعش عليهم برشا كما مثلا تسمع في الخليج دبي اقوى مش عارف شنو في العالم واطول هذه وكذا ولا ها، هما لهنا باركونتر عندهم اقوى حاجات في العالم ولكن ما تسمعش عليهم، في ثقافتهم ما يحبوش يوريو الحاجات ولكن يفعلوا. دونك تعلمت منهم برشا حاجات، تعلمت منهم احترام العباد النظام. السلام عليكم، معكم وجدي كوكي. اليوم باش نعملوا بكم دوره في زوريخ سويسرا. هذه البلاصه هذه اسمها شانسن جرابن، فهمت؟ من هنا ثم حمام نتاع نساء، مش حمام يعني يعوموا فيه، مسبح فهمت في الهواء الطلق ومسبح نتاع رجال يبدو ما هذا يعني حلال. والجهه هذيا تشوف فيها ورايا من هنا هذيا كلها تهز اللاك نتاع زوريخ اللي احنا باش نمشيو له بعد قليل. أنا كما ترون ذي بحيرة زريخ أو كالماء وجبل الألب هاكم تشوفهم، وري شوي المشاهدين تشوفهم. وذي البحيرة لهنا متاع زريخ، والمكان ذي اسمه بيركلي بلاتس. ذي مرحاض العمومي خويا، تخلص فيه بالكارتة افتح يا سيبس. مكان ذي كالعادة البحيرة متاع زريخ، شوف الحيوانات والرعب الطيور على اشكالها ما شاء الله لهنا في الواحد. كما ترى من هنا ثم الجسر اللي يهزك، خطر تحتنا يتعدى الواد فهمتني، ثم الجسر اللي يهزنا من هنا بيركلي بلاتس للبلفيو. اجا معايا تبعوني وتبعني وهذا ونوريكم الجسر، يلا تعال شوف لهنا العصافر برجولية. نجي مرات انا نوكلهم زاده، ممنوع علينا، هي يعطيوك عليها اختية، اما يعني ما هيش يعني حاجه كبيره فهمت، ما يرقبوهاش. هم ديجا يوكلوا فيهم غالي اكيد، شفتهم؟ اجا نمشيو بحدا العصافر شويه. هذا هنا الكورنيش نتاع بلفيو، اوكي؟ هو معبي تشوفيه تبارك الله، اليوم حد مالغري حد ويجيو الناس من كل انحاء سويسرا، فهمت؟ يزوروه، منطقة جميلة هي نتاع عائلات وفازير. هذا يا سيدي اسمها الزخسي لوتي بلاتس، يعملوا فيها كل عام حاجة تراديسيونيل نتاع مدينة زريخ، لعبة يعملوها بالحصن، عباد يجريوا بالحصن ويقعدوا يشعلوا، نقولوا انسان عاملين هما بالتبن وكي يبقى يعني يبقى أطول وقت باش يترشق راسه، يعني الصيف باش يجي توا باهي فهمت، كي تعمل فيت فيرا والصيف باش يجيك عبالة. يا سيدي هذا توا البلاد العربي نتاع زريخ، توري كوم قبل اسمها القديم اسم زريخ، نعملوا فيها دوره مع بعض. باهي لهنا تعرف شنو هي لهنا، معبيه بالمناقل بارتو، اوكي؟ معروفه عاد سويسرا بالمناقل على خير. وذي اكبر منقله في اوروبا اللي تشوف فيها، فراو مينستر اسمها، شفتها؟ ومنقله المفروض منقله ذهب هذيك، ولهنا بجنبها منقله اخرى. مش هكا ديما تبدا الوقت امورك واضحه، تبدا في الميعاد. هذه كنيسه الجروس مينستر، واليوم احد المفروض الجماعه راهي تصلي الداخل. متصور تنجم تدخل لداخل، ممنوع التصوير فهمتني. هذا المجسم نتاع الجروس مينستر، برشا عباد ما يعرفوش شنو هو هذايا. هذايا سيدي باش كي يجي واحد اعمى يعرف البنية كيفاش يبدا يتلمس فيها فهمت، يشوفها واحد يعرف اللي الكنيسه هكا ديجا مكتوبه باللغه نتاع العميان لهنا فهمتني. لهنا باش نبدا ندخلوا بالحق في الزقاقي وكل الفازات هذوكم تاع البلاد، كيما والله تشبه الاسواق في تونس. هي راهم الرشوه يا سعد الله، يعني زاد الحاجة باهية، الهواء باهي والماء يتشرب في أي بلاصة، وأي بلاصة فيها ماء تنجم تعوم فيها، نظيف الماء وان مش نورمال. شفت الباب؟ يشبه البيبان نحن. هاي لهنا الصالة اللي نترينا فيها، شفتها؟
هذا سيدي حومبي. اسمي وجدي الكوكي، مقيم لهنا في مدينة زوريخ سويسرا، نعلم في الرقص. في الواحد بدأت في الدانس، من بعد دخلت مع سيبال بالي تياترال، فرقت سهام بالخوجة واحترفت معها الرقص. كنت مسافر للنرويج وتعرفت على بنت من هنا من مدينة زوريخ، وتزوجنا وقينا مدة مع بعض 4 سنين ظهرلي، بعد فرقنا. إنه أنا نعمل دانس عندي توا أكثر من 20 سنة بريس. مهنتي يعني لهنا نخدم كراقص دانسور ونمرن زادة في الدانس في مدارس نتاع رقص، حتى في مدارس عادية حكومية. احكي لي على المدينة اللي تعيش فيها زوريخ. زوريخ مدينة تحفونة على الاخر، تعجبني برشا، صغيرة ما فيهاش برشا عباد، فيها اي حاجة تقدر تحتاج لها نصور ابار بحر وشمس. سينو بلاد طيارة ياسر، منظمة نظيفة، الريتم نتاعها قوي زادة في الحياة. نتصور يعني كي تعيش في زوريخ وتمشي لمدينة اخرى باش تعيش ولا تخدم فيها تجيك سهلة. نتصور كل هنا ريتم قوي، كل شيء بزربة، كل شيء في وقته، ديسيبلين برشا، خدمة واحد. حتى مدينة أخرى في سويسرا، أنا كي نمشي نقري في بلايص أخرين يبان لي العباد إيزي، ما همش مش كيما لهنا في زوريخ. مدينة كبيرة، هي أكبر مدينة في سويسرا. من لي زافونتاج عندك المطار لهنا خطوة، 7 دقائق بالتران تبدا ديجا في المطار. ثم اللاك، ثم وديان تحب تعوم، ثم كل شيء، ثم في شوبينج وتوريزم. البريود اللي عشت لهنا، احكي لي على اغرب حاجه صارت. اول ما جيت لهنا مشيت تفرجت في حفله نتاع سونتريز، مروح للدار نلقى امراه راكده هكي على جسر على قنطرة، نشوفها من بعيد يعني. في بالي هي وراجل يعني، وقعدت قلت له مهبله لهنا يعني، خطرت لهم كان غادي قنطرة عالية ونوت ثم تران، وهي طلعت مرات تحب تنتحر، فهمت؟ قربت أنا وشفت أنا وصاحبي هبطناها من القنطرة، هذي أول حاجة عشتها لهنا والله. هيك هو حسينا، بعد جبنا لها تاكسي وكذا ومشت هزها روح ترى روح. عندك أصحاب لهنا معناتها توانسة، مغاربة، زيرية، من رجال العربية، سويسريين؟ أي عندي، زوريخ أنا بلاكة فيها. يعرفوني الناس كل، نعرف العبيد بقد نعرف بوم برشا، ما مكثر ما نعرفهمش بالاسم، مي يعني نعرف العبيد، نعرفهم من برشا بلدان عرب. بون لهنا عرب مش بشرط هي يكون مغربي ولا جزيري، ثم من الاردن والعراق وفلسطين برشا بلايص اخرين، فهمت؟ ثم حتى عرفت عبيد من البحرين لهنا، من قطر، ونحكيوا بالالمانيه، نحكيوا مع بعضنا بالالمانيه. وأنا بالنسبة لي أنا ما فهميش فرق بين العباد، فهمتني؟ هي تجربة تكون معك، نجم يكون شخص باهي، يكون تونسي ولا يكون سويسري ولا إيطالي ولا سفر عليه منين يعني، حتى واحد ما عنده دخل في جنسيته في الأخر، فهمتني؟ الإنسان شنية كيفاش بني روحه وكيفاش يتعامل مع الناس. بون سويسرا بصفة عامة بلاد هكا سكوتية شوي، فهمتني؟ هما من التوب في العالم، ولكن ما تسمعش عليهم برشا كما مثلا تسمع في الخليج دبي اقوى مش عارف شنو في العالم واطول هذه وكذا ولا ها. هما لهنا باركونتر عندهم اقوى حاجات في العالم ولكن ما تسمعش عليهم، في ثقافتهم ما يحبوش يوريو الحاجات ولكن يفعلوا. دونك تعلمت منهم برشا حاجات، تعلمت منهم احترام العباد، النظام، تسمع الناس، تحاول تحس بالعباد باش تدخل ديجا في الاحترام، لازمك تحس بالعباد وتسمعهم وتحاول. واحد ديما يحس من روحه مانيش يعني طيارة واحد، أما نحاول ديما هكا نتعلم نسمع العباد ونشوف بعين العباد ذوك، فهمت؟ أكثر من اللي هما يفهموني وإلى آخره. هذا شنو تعلمت يعني هكا، مع خطر البلاد كبيرة ومخلطة، واحد مخلطة ولكن باهية، ومن تو كلهم يحكيوا نفس اللغة ومن هنا، أنت يبان لك أجنبي، واحد هو ولد البلاد يعني من، فهمت؟ باهي نتمنى يعني المشاهدين تكون أكثر ماشي هكا معلومة ولا حاجة نفعتكم في الفيديو هذه. بون سبونتاني هو انترفيو، واحد كما تشوف ثم زميل زاد غاديك مازال كي جا ينصف في الماتريال. بون احنا جينا في بلاصة لهنا سبونتاني أون بلانير، فكرة باهية واحنا متعدين هكا، أنت باش تسألني يعني مانيش حاضر، دونك عادي تلقائية أحسن حاجة.